صباح الخير مشاهدينا، واهلا بكم الى حلقه جديده من برنامج لبنان اليوم. بعد مبادره رئيس مجلس النواب نبيه بري المتجدده للحوار والتشاور في الملف الرئاسي، هناك اجتماع في الرياض اليوم سيعقد بين المبعوث الفرنسي جون ايف لودريان ومستشار ولي العهد السعودي نزار العلاوله. فماذا سيحمل هذا اللقاء من جديد في ظل تسارع الاحداث المستمره في غزه والضفه الغربيه وفي جنوب لبنان؟ وهل سيبقى البحث الرئاسي في العموميات وخارج السعي الجدي مع بدء إعادة تحريك هذا الملف من قبل اللجنة الخماسية؟ طبعا كل هذه التطورات سنناقشها مع ضيفنا في برنامج لبنان اليوم مع الصحفي والكاتب السياسي استاذ توفيق شومان. صباح الخير واهلا وسهلا. صباح الخير لك ولكل المشاهدين. هو حقيقة بس قبل ما تبلشي انه طبعا ما برفض ولا مرة دعوة من تلفزيون لبنان، اعتبر ذلك واجبا وطنيا. بيتك. الله يديم. اهلا وسهلا فيك. ووطني ايضا. اهلا وسهلا فيك بكل الاوقات. نبلش بموضوع اليوم، مرافق حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامي بعد احالته الى النيابه العامه الماليه. طبعا في ادعاءات كثيره اليوم على رياض سلامي، منها الاختلاس عام وتزوير واثراء غير مشروع. فسيتم استجوابه اليوم، ربما غدا يقال او الاسبوع المقبل. هل برأيك يعني رفع الغطاء السياسي بهذه المرحلة عن رياض سلامي؟ يعني بدون شك أنه عملية توقيفه كانت مفاجئة للجميع. هو من فترة في بيروت ومعروف أيضا أنه كان يقطن وأنه كان يسكن، لكن حقيقة هذه المفاجأة ما زالت أجراسها لغاية الآن لم تقرع، وبالتالي الإجابات عنها أنا أعتقد بأنه بحاجة إلى وقت ما، وبالتالي بحاجة إلى ظرف زمني قد يكون مختلف، لكن على الأقل بالعناوين العامة بدون شك هناك رفع للغطاء السياسي عنه. المسألة الثانية كمان خلينا نشوف القضاء إلى أين يمكن أن يسير. الشيء الثالث، هل يمكن الذهاب إلى محاكمته وبالتالي يعني إصدار حكم معين فيه، أم أن الأمور قد تتجه ربما إلى مسارات وإلى مسالك أخرى باعتبار بأنه هو ليس الوحيد، يعني هو المدير التنفيذي لعملية النهب في لبنان، وبالتالي لعملية يعني تسجيل أكثر من 100 مليار دولار دين عام على لبنان. بدون شك هو كان مهندس هذا يعني هذا الدين العام وهذا الانهيار المريع. لكن كمان يعني اذا بدنا نحكي بصوره فيها قليل من المنطق، حتى لا اقول كثير من المنطق، انه هو ليس الوحيدا، يعني في اداره عامه على مستوى الدولي منذ عقود ايضا اسهمت بالانهيار وادت بالوقت نفسه الى هذا الانهيار. هو كان اذا بدك المظهر العام، يعني المفتاح العام، ولكن انه داخل البهو مغارات علي بابا. نعم. كانت قديش بتعتبروا اليوم هذا القرار، قرار القضائي جريء اليوم، يعني بكل لا. يعني هالمرحله اللي عايشها رياض سلامي على مدى 30 عاما ولم يعني ولا مره شفنا هذا الحدث انه يكون او يعني تصوروا اليوم بديش المواطن بديش اللبناني يوقف قدام يعني القضاء اللبناني. يعني انا احترم القضاء والقضاة، ما بدي فوت بهذا الموضوع، بس انا اتمنى انه ان لا يكون في الامر يعني اي مؤشر سياسي او اي عنصر سياسي او اي عامل سياسي. مره اخرى كل الاحترام والاجلال ايضا للقضاة والقضاء، لكن كمان نحن اذا بنعود نحكي شوي بالانهيار العام الذي عصف بلبنان منذ العام 2019، انه يعني هو الفكره اين، يعني فكره الانهيار العام بدي الخصها باقل من 30 ثانيه، يعني انه الحكومات المتعاقبه كانت تمد يدها على مصرف لبنان، مصرف لبنان يمد يده على المصارف اللبنانيه، المصارف اللبنانيه تمد يدها على اموال المودعين، طاروا اموال المودعين. يعني هذه هي الفكرة العامة. هلا لماذا لم تذهب الحكومات المتعاقبة إلى إلى إقامة مشاريع إنتاجية، وبالتالي إلى تشجيع الاستثمار وإلى إعادة هيكلة الاقتصاد اللبناني بكل أصنافه وأجناسه وقطاعاته الصناعية والاقتصادية والخدماتية والاستثمارية؟ هذا بصير حديث آخر. وحتى بالنظام المصري، بالنظام الداخلي المصري في لبنان
انه الدوله اللبنانيه لا تستطيع ان يعني ان تاخذ دينا من المصرف المركزي الا نتيجه حالات معينه، وبامكانه ان يرفض، ولا يمكن ان تستدين مره اخرى لنفس الاسباب التي استدانت بها في المره الاولى. لكن هذا كله انا برايي اصبح من الماضي. نحن كلبنانيين كثير نعرف نحلل، بس انه نعطي حلول شيء اخر، يعني نعجز دائما او معظم الاوقات عن اعطاء هذه الحلول. هلا انا بتصور الانهيار صار ورانا، الناس تكيفت مع ما اسميه التكيف السلبي، تتعايشت معه، لكن بالوقت نفسه انه مطلوب. هلا طبعا ما فينا نحمل حكومه الرئيس نجيب ميقاتي الان كل شيء، هي حكومه تصريف اعمال وبالتالي قراراتها مقيده، بس بالوقت نفسه نحن صرنا تقريبا سنتين بحكومه تصريف الاعمال، يعني اصبحت تحولت من حكومه مؤقته الى حكومه دائمه. لكن بيبقى انه كيف القوى السياسيه والتي هي عمليا تنتج الحكومات اللبنانيه، كيف يمكن ان تحتوي المزيد من الانهيارات، او على الاقل تضع الانهيارات عند حد معين وبالتالي تحافظ على سعر صرف العمله المحليه، والاكثر من ذلك كيف تعيد الروح ايضا الى القطاعات الاقتصاديه. لغايه الان ما شفنا شيء. طبعا العذر انه نحن امام حكومه تصريف اعمال وبالتالي امام حاله طوارئ سياسيه وامنيه والى اخره، لكن انا اعتقد انه لا يمكن الخروج من هذا النفق الا اذا وضعنا خطط كامله، وبالتالي ليست خطط سياسيه، وبالتالي ليس كل حزب او كل طرف سياسي او كل قوه سياسيه يعني تريد اقتصادا على مزاجها كما يريد هذا الطرف او ذاك لبنانا على مزاجه. عندنا مثلا مجموعه كبيره من الاطراف السياسيه كل طرف بده لبنان على مزاجه، ما بيزبط يعني هذه المزاجات المتعدده لا تبني دوله. نحن مش استثناء بالعالم، لا من حيث التعدد ولا من حيث الطوائف ولا من حيث المذاهب ولا من حيث يعني اذا بدك كمان يعني هذا يعني هذه الاطياف والاصناف السياسيه المتعدده، مش استثنائي ابدا، مش صحيح. بس نحن غايبه عنا ثقافات التسويه، تجي على نصف الطريق انا بلاقيكي كمان على نصف الطريق الثاني. هل ترى اكثر ملفات هيدا الاشياء هذه هذه يعني نحن هل بحاجه لنا لإلى غياب ثقافه سياسيه اللي هي تنتجها بالاصل الثقافه الوطنيه العامه. بموضوع توقيف رياض سلامي، هل هو موضوع التحويلات اللي وضعه هلا بهيدي المرحله انه يعني انا خليني يعني حكى انه لا يقال انه لبنان مطنش على موضوع الفساد وانه كي لا يوضع لبنان على اللائحه الرماديه، فاضطروا يمكن بهيدي المرحله انه الى تسليمه او ايقافه او يعني تحت يعني انا ما بقدر افصل توقيف رياض سلامي مع ايضا يعني كمان هو مطلوب من اكثر من جهه غربيه صحيح. يعني هون في تقاطع بين ما هو محلي وبين ما هو خارجي، او بين ما هو وطني وبين ما هو دولي، ما بقدر افصلهم عن التنافي في بسويسرا وفي المانيا وحتى بفرنسا يعني تحت عنوان يعني اليوم منع تبييض الاموال يعني كمان بس حكا. خليني اروح الى ابعد من ذلك، لنفترض بانه ادين رياض سلامي، بس ما في محلات اخرى كمان يعني لوحدها تنتج اسئله واسئله صعبه واسئله كبرى، اين ذهبت هذه الاموال؟ مش هو حطنا في 100 مليار دولار هون هون خلينا نتساءل اليوم نرجع للدوره القوى السياسيه اليوم في صمت هناك من قبل مرجعيات كانت عم تغطي هاي سياسه ودوره لحاكم مصرف لبنان السابق على مدى 30 عاما، وين دورهم يعني وين كمان هذه من الاسئله التي تطرح. يعني هلا هو كل المتهم فيه حوالي 200 او 300 مليون دولار يعني، بس لنفترض انه الدوله اللبنانيه في تغطيه رجعت هذه المئات الملايين، بس في 100 مليار كيف هدرت واين ذهبت ولماذا تم التصرف بهذا المبلغ الهائل بهذه الطرق المختلفه. فلذلك انا بقول يعني اتمنى يكون هو مفتاح لاعاده النظر على الاقل، انه انت ما فيك تحاسبي القوى السياسيه. يعني خليني انا مش مع كثير استخدام يعني المفردات الضاجه والاتهاميه، انا اللي بقوله انه في اداره خاطئه للدوله وللمجتمع اللبنانيين، انه يفترض اعاده النظر بهذه الاداره. بس خليني كمان اعود واقول بانه هو رياض سلامي هو المدير التنفيذي لعمليه اذا بدك الانهيار، وبالتالي لا يتحمل المسؤوليه لوحده. هل يتحمل مسؤوليه كبيره بس ليس لوحده. قديش فينا نقول اليوم هل يعني القاضي اللي بده يتحقق معه اليوم من قبل القاضي حلاوي هو فقط من سيحدد المسار القانوني القضائي المرحله المقبله؟ يعني طبعا هلا بحسب المعلومات التي نشرت
وأيضا التي لم تنشر، على ما يبدو نعم القاضي حلاوي هو الذي سوف يمسك بهذا الملف. وممكن تصدر بحقه مذكرة توقيف، أو ممكن نشوف مثل ما شفنا يعني سيناريوهات مشابهة والسابقة. خلي الإجابة مفتوحة، خلي الإجابة مفتوحة. أنا منذ البداية كنت حذر، قلت لك إنه نحن بعدنا في البداية، فخلي الإجابة مفتوحة على الاحتمالين، إنه إدانته أو ما بدي أقول أيضا يعني إخلاء سبيله، بس خلي الإجابة مفتوحة وننتظر، وبالتالي إنه نشوف إلى يعني نشوف المسار القضاء العام، وبعد ذلك أعتقد بكل حادث حديث. أنا مش مع الاستعجال بالإجابات، وبالتالي إنه مش مع حصر الاتهامات ب يعني بشخصية معينة أو بطرف سياسي معين. بدعو تكرر إنه في إدارة خاطئة كانت تعتمدها القوى السياسية لنقل الحكومة، ما بيتحمل المسؤولية وحده. نعم، هذا الذي أريد أن أقوله. بس كمان إذا كنت أقول إنه لا يتحمل مسؤولية، كمان ما بيعني إنه هو مظلوم. لا، مش مظلوم، هو يجب أن يحاسب ولكن ليس لوحده. زي ما نحكي بموضوع اليوم الملف الرئاسي بعد مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري في يوم ذكرى تغييب الإمام السيد موسى الصدر، شبناها يعني فينا نقول اليوم مبادرة قديمة جديدة للحوار للتشاور اللي هو ما حملت اليوم أي تعديل أو أي شيء جديد حمل الرئيس بري، فقط لازال على نفس المبادرة والدعوة لكافة القوى السياسية اللي هي بدورة لازالت على مواقفها، يمكن باستثناء اليوم التيار الوطني الحر اللي يبدو أنه النائب جبران باسيل يعني لقي تأييد من قبل التيار الوطني الحر، لكن علينا أن ننتظر بعد القوات اللبنانية الكتائب، وفي ظل رفض الرئيس بري أن يدعو إلى الحوار إذا كان ما كان في إجماع أو على الأقل شبه إجماع لطاولة الحوار. هلأ أنا بصور الرئيس بري بذكرى إخفاء الإمام الصدر يعني أعاد تكرار روح المبادرة نفسها التي كان أطلقها سابقا، لكن القوى السياسية الأخرى وعلى رأسها القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية أيضا لم تستجب لهذا الأمر. حتى التيار الوطني الحر في محل من المحلات كان واقف بمنطقة رمادية. هلا واضح تماما انه في يعني في تقاطع ما بين التيار وبين الرئيس بري. هلا الى اي حد يذهب التيار الى التوافق او الى الموافقه على مبادره الرئيس بري؟ ما ننتظر، بس انا اللي بعثه بهذا المجال انه الطرق سالكه باتجاهي عين التيني وباتجاه ايضا ميرنا الشالوحي، سالكة بكلهم في الكلمة معنا. يعني قريبا ممكن عم نحكي يكون في لقاء قريب بين النائب جبران باسيل. نعم، في معلومات زيارة إلى عين التيني. نعم، في معلومات تقول ذلك، ولكن بانتظار ربما حل بعض الأمور يعني أو لنقل أنه متروكي شوي للزمن، مش عم أقول الزمن الطويل ولا الزمن المتوسط، الزمن المنظور أيضا لها حساباتها اليوم. أكيد طبعا. لا أكيد تغيير موقف أو رأي النائب جبران باسيل بهذه المرحلة، رغم أنه كان بيتقاطع مع الكويت اللبنانية والكتائب برفض الحوار، وصار في أنه كلام لا خلينا التشاور بدل الحوار وهيك، شو اللي تغير؟ هلأ أقولي بين التشاور وبين الحوار في لعب على اللغة بس يعني. نعم. بس انه بالاخير روح التشاور وروح الحوار هي ذاتها. بس هون خليني اقول يعني انا مش كتير بوافق على بعض ما تقوله بعض او ما يقوله بعض القوى السياسيه بانه والله الانتخاب رئيس الجمهوريه اللبنانيه انه اذا اعتمدنا طاوله الحوار هذا يذهب الى تشكيل عرف. ولا مرة انتخب رئيس الجمهورية بلبنان بكل العالم أصلا إذا لم يكن هناك حوارا معلن أو غير معلن. وإذا بدك نفوت بالتاريخ السياسي للبنان يعني منذ عهد الرئيس بشار الخوري، يعني لو ما في رياض الصلح ما بيجي بشار الخوري رئيس، يعني دون توافق داخلي. إيه هلأ بسميه توافق، ما التوافق شو؟ التوافق هو نتيجة الحوار. حوار صحيح. وأيضا التوافق هو نتيجة التشاور. يعني اللي عم أقول نحن يعني إذا ابتعدنا شوي عن التأويلات الذاتية لبعض مفردات اللغة، لا بالأخير هو الحوار الذي ينتج رئيس جمهورية، كان حوار جانبي أو كان حوار وطني أو كان حوار بين الأطراف السياسية نصفها أو ربعها أو إلى آخره. رئيس جمهورية كيف إجا رئيس جمهورية؟ إجا لأنه كمال جنبلاط
يعني والجبهة الاشتراكية الوطنية آنذاك ومعظم القوى الإسلامية أيضا كانت تؤيد الرئيس كميل شمعون ب 58 نفس الشيء. يعني وقت اللي إجا المبعوث روبرت مارفي ربما الظروف تغيرت. لا شو تغير؟ ما في، أنت عم تحكي عن رئيس جمهورية أصلا، حتى رئيس الحكومة لا يأتي بدون توافق، ورئيس مجلس النواب لا يأتي بدون توافق وإلى آخره. يعني يعتبروا رئيس مجلس النواب اليوم يمكن عم ياخذ صلاحيات رئيس الجمهورية بغياب، يعني بظل غياب لا يعني هلا شوفي إنه الحوار خليه هو من يدعو إليه الرئيس الجمهوري. هلا نحن ساعة اللي منا فينا إذا بدك يعني جرس الكنيسة نقوي وفينا كمان نخفضه. لا يعني كمان شوفي معظم الآن يعني إذا بدك المواقف السياسية مش موضوعية، حتى ما أقول شيء آخر، لا ما شفت إنه الرئيس بري يأخذ صلاحيات أصلا، لا يعطيه يعني الدستور اللبناني يعني لا يعطيه يعني المجال لأخذ صلاحيات رئاسة الجمهورية، يعني هو يعطيها في حال غياب رئيس الجمهورية لأي أسباب، يعني خلو مقام الرئاسي بتروح الصلاحيات نحو مجلس الوزراء مش نحو مجلس النواب. هلا في ازمه بالحياه السياسيه اللبنانيه، اكيد في ازمه انه معظم الاطراف تخطئ، ايه تخطئ، بس انه في فرق بين انك تخطئ عن قصد وتخطئ بالممارسه. هلا لذلك انه الكثير من المعارضه بتعتبر انه رئيس مجلس نيابي يعني مقفل، انه يقفل الابواب المجلس النيابي في وقت انه لازم يدعو الى جلسات انتخاب متتاليه وهو رافض ويستبدلها بموضوع الحوار، وهذا مش عارف ومش لازم. يعني شفنا بجلسه 14 حزيران الشهيره كيف كانت الامور. لا شوفي بعيدا عن اي اتجاه وبعيدا عن اي ميل وبعيدا عن اي مزاج، انا من المراقبين والصحفيين المقتنعين قناعه كامله بان رئيس الجمهوريه لا يمكن ان ياتي الا عن طريق الحوار، بصرف النظر من دعا الى هذا الحوار كان الرئيس بري او غيره، بس انه بالاخير انت حتى الدستور اللبناني يعني وقت اللي يعني بيوضع انه يجب ان تكون بالدوره الاولى، اذا نجح رئيس الجمهوريه ب 86 صوتا نيابيا من اصل 120، شو 86؟ يعني التوافق. يعني انت ما فيكي، والا كان قال بالاغلبيه المطلقه يعني 64 زائد 1، ولكن هو راح نحو 86 لصعوبه تامين ال 86 صوت، وهذا بيعني انه التوافق هو الذي ينتج رئيسا للجمهوريه، مش الثاني، مش بحاله التجاذب ولا بحاله التضارب اللي عم نشوفها، ولا بحاله يعني بحاله النكايه السياسيه التي تمارسها او يمارسها معظم الاطراف بلبنان. لا نحن حقيقه الان يعني في ازمه بالحياه السياسيه اللبنانيه، هو غياب السياسي، مش عم نشتغل سياسي، السياسي هو كيف بدك تدبري شأن المجتمع، كيف بدك تديري شأن الدولة، وقت اللي معظم القوى السياسية يذهب إلى يعني إلى تجاهل هذه القاعدة الأساسية لتعريف السياسي، نكون عم نمارس شيء آخر مش السياسي، السياسي عمل نبيل مش عمل هدم، عمل بناء مش عمل تحطيم، نحن حطمنا بلدنا وحطمنا دولتنا وحطمنا وطننا نتيجة النكايات والمواقف الذاتية. في حال تم تنقول زيارة النائب جبران باسيل لعين التيني، ويعني أعلن من عين التيني تأييده الكامل للحوار المبادرة الرئيس بري، هل سيدعو الرئيس بري إلى هذه يعني جلسة حوار من دون الكتائب ومن دون القوات اللبنانية؟ يعني انا بتصور انه الرئيس بري مش صدامي بهذا الموضوع، وبالتالي انه حتى بتصور يعني انت كمان ما فيك تعزل القوات، ما فيك تعزل الكتائب، صحيح. يعني انت عم تحكي عن شريحتين اذا بدك تجمعين مع بعض شريحه وازنه ايضا تمثل بيئه اجتماعيه محدده. لا مش المطلوب الصدام، ولا اعتقد انه الرئيس بري يمكن ان يذهب الى الصدام، ولو بده يذهب الى الصدام منذ الدعوه الاولى للحوار يعني داخل مجلس النواب كان ذهب الى ذلك. يعني احنا مش امام تحطيم طرف سياسي معين، بالعكس انه يعني اعتقد يعني بانه الرئيس بري يعمل يعني وفق الدائره التاليه، انه بالقدر الذي يمكن ان يجتمع اللبنانيون حوله نشتغل على هذه الارضيه. هلا اذا ما قدرنا اجتمعنا اوكي الامور متروكه، وبالتالي لا يستطيع اي طرف يعني ان يفرض رايه او مشروعه على الاطراف الاخرى. بس انا بقول انه يعني التمسك برفض مبادره الرئيس بري
يعني هذا التمسك لا يؤدي إلا إلى مزيد من التشنج. أنه عم بقول الرئيس بري أنه تعالوا نعقد جلسات تنين أربع جمعة حرفيا، وبالتالي إذا مش اجتمعنا منروح نحو جلسات متتالية. يعني كمان أنه مش أنه أنا بروح نحو، يعني عم بقول أنه بعض الأطراف يعني أنه أنا ما أنه هذه غير دستورية، لا من قال أنه مش غير دستورية؟ الشيء الثاني أنه ليش الرئيس بري أنه عم يطرح مسألة الحوار أنه هذه خارج الدستور؟ لا أنا برأيي اللي بده مخرج شوف، معظم القوى السياسية مقتنعة، كنت عم تحكي بالمقدمة عن نزار العلولة وعن صحيح. كمان الموفد الفرنسي، مقتنعة قناعة كاملة بأن الطريق غير آمن وغير سالك لغاية الآن نحو قصر بعبدة. لذلك هذه المواقف السياسية. هناك معلومات اليوم تحدث عن مسعى أمريكي فرنسي سعودي بإقناع رئيس حزب الكويت اللبناني بأنه بأن يقبل بمبادرة الرئيس بري وما يكون صدامي، يعني عقله يروح على التشاور إذا مش الحوار. كأنه اليوم مقتنعين اليوم اللجنة الخماسية أنه بضرورة أنه أن يجلسوا سويا الأفرقاء اللبنانيين، وواضح كان من كل يعني اللقاءات اللي عقدوها أنه بدهم، أنه لأنه بيقرروا اللبناني وحدهم رئيسهم. لكن أنا في خبرك نقلا يعني عن أكثر من طرف باللجنة الخماسية مقتنعين أنه لم يحن بعد أوان التوافق على انتخاب رئاسة الجمهورية. بس هذا التحرك يعني أيضا بحسب المعلومات المسربة لغاية الآن، الهدف من الحفاظ على روحية اللجنة الخماسية، ولكن ما حدا مقتنع أنه لغاية هذه اللحظة اللي عم بتكلم أنا وياك فيها أنه في قناعة بانتخاب رئيس للجمهورية بلبنان. لا القوى السياسيه اللبنانيه مقتنعه بهذا الامر، ولا لا برايك لا لا المرحله لا لا لانه بظل ما يعيش اليوم بعد بكي جنوب لبنان او الاوضاع في غزه هل لها تاثير؟ هلا طبعا شوف التمني شيء، الملف الرئاسي عن ما يجري بجنوب لبنان، التمني شيء. هلا طبعا يعني انا منذ البدايه واكثر من مره معك يعني وبتصور قبل ما يطلع يعني خطاب المقاومة ويأكد أكثر من مرة يعني تؤكد المقاومة بأكثر من خطاب لإلها بأنه يعني ما يجري من عدوان إسرائيلي على قطاع غزة لا علاقة له بتسييله بالحياة السياسية اللبنانية، لا في فصل كامل وهذه قناعتي على أي حال. بس أنه هذا مفصول يعني، لذلك أنه كل ما له علاقة بما يجري في الجنوب أو بما يجري في غزة أو بما يجري في الضفة الغربية أو ربما بعدين في جبهات أخرى ما بنعرف، بس أنه هذا مفصول تماما عن الانتخابات الرئاسية اللبنانية. اللي عم أقوله أنا بتعدي مع كل الأطراف السياسية بلبنان، ولا واحد يعني بيعطيك بقعة ضوء أو بدوي لك لمبة يعني بيقول لك أنه والله إذا يعني أضأنا هذا المصباح ممكن أن نصل إلى قصر بعبدة. ما في طرف عم بحكيكي انه شو عم نسمع باللقاءات الخاصة اللجنة الخماسية. ليش اليوم يعني الأنظار تتجه إلى الرياض اليوم والاجتماع الذي سيعقد بين المبعوث الفرنسي جون إيف لودريان ومستشار الملك السعودي العلاولة نزار العلاولة؟ نعم يعني هو بتسوق يعني هناك في أفكار جديدة فترة. لا ما في أفكار جديدة ولا في شيء. هلا في بعض الأسماء طرحت جديدة تم تداولها بالأروقة الخاصة، بس يعني أرجو ما تسأليني عنها. بل كمان ما يعني القوى السياسية مش شايفة إنه كمان اسم من هذه الأسماء إنه يعني يمكن أن يصار إلى التوافق عليه. بس بدي عود لفكرة أساسية يعني بقول الرئيس بري إنه تعالوا نختار 5 6 7 8 10 يحظوا بتوافق الجميع. يعني لنفترض اخترنا هالعشر أسماء، بس هذه العشر أسماء ما في فيتو عليها من أي طرف سياسي لبناني، ومنروح بعد ذلك نحو الانتخابات. من العشرة أي واحد بينجح هيدو كمان أفكار اللجنة يعني الخماسية أيضا أنه يروحوا يعني على خلينا ينزلوا على المجلس النيابي باسم أو أكثر من اسم، هو هذا التوافق على مجموعة من الأسماء التي لا يحظى اسم منها، الذي لا يرفض أي اسم منها. نختار 10 أسماء ولا اسم يعترض عليه من أي قوة سياسية أو من أي طرف سياسي، 10 مثلا، وبعد ذلك نذهب إلى الانتخابات، واللي بينجح بنقول له مبروك،
وبالتالي نحتفل بالخروج من هذا النفق. بعض الأطراف السياسية ما بدها، يعني كمان شوف البلد ما بيحمل يعني تخوض حرب سياسية وبالتالي يصل رئيس تحدي إلى مقام الرئاسة الأولى. نحن ما نبلش من مطرح توافقي، هذا ينطبق على رئاسة الجمهورية وينطبق أيضا على رئاسة الحكومة وينطبق أكثر أيضا على التشكيل الحكومي المقبل. ولكن وقت اللي بدي روح أنا نحو رئيس تحدي من أي طرف، أنا بكون عم روح نحو فتح جبهة جديدة ونحو إطلاق نار سياسي جديد، في حين يفترض انه يعني نطوي الصفحه الماضيه ونذهب الى صفحه جديده. انا لذلك عم اقول لك انه وقت اللي عم نسمع هذه الخطابات وعم نسمع هذه المواقف وعم نسمع الرفض والرفض المضاد والبيان والبيان المضاد والخطاب والخطاب المضاد والموقف والموقف المضاد، هذا شو بيعني؟ هذا بيعني انه اوان انتخاب رئيس الجمهوريه لم يحن. كانوا ما في ضغط كافي اليوم خارجي غربي او عربي، مش كثير، يعني رغم انه هلا يحكى كمان انه في اجتماع قريب للجنه الخماسيه ربما في القاهره او في الدوحه، كانه بعد ما في تسويه، يعني ما اصبحت في، شوفي انا مش كثير يكون في الضغط هالقد على الافريقيين، مش كثير بايد وجهه النظر التي تقول انه وقت اللي بيجي الضغط الخارجي والقل القوى السياسيه انه يعني يعني تؤدي تحيه الخضوع، لا مش هيك، وبالتالي بيعملوا ضيون هيك وامرك سيدي، لا مش ما في اي قوه سياسيه اي قوه خارجيه ان تفرض شيئا على بلد داخلي اذا ما كان في اطراف سياسيه لها مصلحه بالتعاون مع الخارج. بتصور باخر حلقه عملناها ضربنا مجموعه من الامثله انه ب 82 على سبيل المثال انه في قوى سياسيه يعني ربما اكثر من نصف لبنان كانت مأيده وصول بشير الجميل لرئاسه الجمهوريه وبالتالي كانت ضد اتفاق 17 ايار واسقطته. ايضا وقت اللي اجى المفد الامريكي ب 88 وقال لي بعض القوى السياسيه يعني الجبهه اللبنانيه انذاك بانه مخيل الظاهر او الفوضى، قالوا له نذهب على الفوضى واسقطوا له مخيل الظاهر. يعني مش دائما او على الاغلب القوى الخارجيه لا تستطيع يعني ان تفرض حلا معينا اذا ما في توافق داخلي الطائف. يعني بنفس الوقت يعني اليوم الوقت اللي عم نحكي فيه عن تحريك بس لا يعني هيدي يعني يكون يعني ناخذ حذرنا من انه القوى اذا في قوى سياسيه وازنه وداخله بالبلد اي مشروع خارجي بتسقطه، فلذلك انه بدنا نروح نحو التوافق. يعني ما ضلينا كمان من 88 لل 90 بدون رئيس جمهوريه، ما ضل حدا بالعالم لم يتدخل انذاك. هون عم اقوله انه صحيح انه احيانا الضغط الخارجي او الدور الخارجي حتى ما في كلام اليوم عن مرشحين بوقت اللي عم نحكي في اعاده يعني تحريك ملف الرئاسي من قبل اللجنه الخماسيه او سواء من المبادرات الداخليه اللي كان فيها العديد من المبادرات اللبنانيه يمكن تستكمل اللي استكمال مبادره رئيس بري، ما عم نشوف مرشحين او اسماء جدد سواء كان الثنائي لازال متمسك برئيس تيار المرضى مش مساله متمسك يعني كمان شوفي ما عارفين اليوم مرشح المعارضه من هو، هل لازال نفس لا زياد أزعور لا انه هلا انه بالخطاب العام هل لازال المقاطعه موجوده اليوم بين تيار وطن الحر والقوات اللبنانيه والكتائب بموضوع المرشح؟ ما هلا في مقاطعه، يمكن التقاطع حلت محله المقاطعه، بس اللي عم اقول لا انه كمان خلينا نقول انه صح الثنائي انه هو يدعم ترشيح سليمان فرنجي، ما كمان انه ما في يقول انا ليش الثنائي ما عنده مرشح او متمسك، كمان الاطراف الاخرى عم ترفض. يعني من هون عم نقول انه يعني الدعوه للحوار من اجل اختيار مجموعه من الاسماء تحظى بموافقه الجميع هو المدخل هو الحل. هلا وقت بعض القوى السياسيه ترفض ذلك، هذا بيعني مثل ما كنا عم نقول قبل قليل يعني انه انتخاب رئيس الجمهوريه ما زال طريقه مسدود. يعني البعض بيقول انه مسألة انتخاب الرئيس لا تحتاج الى طول الحوار. بيجتمعوا بجده، بيجتمعوا بالدوحه، بيجتمعوا بالقاهره، بيجتمعوا بباريس، بس ربما بدهم اجتماع خارجي مثل بدهم اجتماعات الدوحه وغيرها ليصير في عندنا رئيس جمهوريه. ما هو حتى بالدوحه ما وقت اللي اجى الرئيس ميشيل سليمان اجى بتوافق وطني. لكن يعني الاجتماع والتوافق والحوار اللي صار وحتى بعد ذلك صار انه اوكي لبناني لكن في الخارج حتى في دور للخارج،
بس اللي عم اقوله مش عم بنفي الدور الخارجي، بس انا اللي عم اقوله انه حتى الدور الخارجي اذا لم يكن له ارضيه وطنيه ما بيمشي، اذا ما في توافق وطني ما بيمشي. الاصل هو الارضيه الوطنيه، الاصل هو التوافق الوطني. هلا الخارج بيساعد، بيضغط باشكال مختلفه، بيضغط بانواع مختلفه، صحيح، بس اذا ما في توافق وطني داخلي ما فيك تمشي رئيس جمهوريه، ولا فيك تشكلي حكومه، ولا فيك تعملي انتخابات، ولا فيك تعملي شيء. الاصل الارضيه الوطنيه لاي قرار. للاسف يعني التعطيل ماشي بكل، وهذه الارضيه غير متوفره لغايه الان، لذلك ما في رئيس. أستاذ توفيق، بدنا نتوقف مع فاصل ونعود لمتابعة حلقتنا. مشاهدينا فاصل ونعود. أحييكم مجددا مشاهدينا ونعود لمتابعة حلقتنا مع الصحفي والكاتب السياسي أستاذ توفيق شومان. أهلا وسهلا فيك مرة جديدة. لنروح على الشق اليوم، قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي المستمر اليوم ليس فقط في قطاع غزة، إنما أيضا في الضفة الغربية وفي جنوب لبنان. مستمر هذا العدوان، بظل ما عم نشوف يعني أي نجاح أو يكتب للمفاوضات حول الهدنة في غزة حتى الساعة، طبعا بظل تعنت نتنياهو باستمراره بعدوانه. يعني هو من آخر يعني من آخر مآثره غير يعني طبعا غير الإيجابية، انه رئيس الموساد بالدوحه قال حرفيا نحن موافقون على الانسحاب من محور فيلادلفيا. يعني عندما وصل الخبر الى بنيامين نتنياهو صدر بيان من مكتبه قال نحن نرفض هذا الامر. الاكثر من ذلك بالمؤتمر الصحفي الذي عقده تقريبا قبل 3 ايام قال حرفيا انه لن ننسحب من قطاع غزه لا ب 42 يوم ولا ب 42 سنه، لانه هذا يعتبره بانه هو خط الدفاع الاول الاستراتيجي عن ما يسميه امن دوله الاحتلال او امن اسرائيل، في حين ان خبراء عسكريين اخرين، معظم الخبراء العسكريين الاخرين يقولون بانه اصلا هذا ليس نقطه استراتيجيه، وبالتالي كل ما يفعله نتنياهو الان من خلال الاصرار على التمسك بالاحتفاظ بمحور فيلادلفيا، الهدف هو منع التوصل الى وقف اطلاق النار، وبالتالي الاستمرار بالحرب، لانه الاستمرار بالحرب عفوا عدم الاستمرار بالحرب ووقف العدوان على قطاع غزه، هذا شو بيعني؟ بيعني نقل المشاكل الى الداخل الاسرائيلي. شفنا قبل يومين تقريبا مظاهرات بين 200,000 300,000، المنظمون للتظاهرات قالوا انه وصلت ل 700,000. يعني من هون نحن عم نشوف انه التمسك بالقشور فقط من اجل الاستمرار بالعدوان على قطاع غزه. طبعا هو عم بيراهن على اشياء اخرى، يعني كل الصحف الاسرائيليه، كل وسائل الاعلام الاسرائيليه بتنشر يعني مقالات بشكل شبه يومي تقريبا، حتى بالصحيفه المؤيده لبنيامين نتنياهو اللي هي اسرائيلي هيوم، يعني انه هو باقي بحاله العدوان بالمؤشرين التاليين. الاول تمديد التعبئه العامه، اول امبارح صدر قرار بتمديد التعبئه العامه بالجيش 350,000 الى اخر السنه. هذا شو بيعني؟ هذا بيعني انه استمرار العدوان واستمرار الحرب لاخر السنه. الشيء الثاني الرهان على عوده ترامب. ليش عوده ترامب؟ هلا البعض بيقول انه شو الفرق بين الحزب الديمقراطي ربما دعم له اكثر ترامب لسياسه. هلا اول شيء هو اعترف بدم بالقدس عاصمه لدوله الاحتلال، الشيء الثاني اعترف ايضا بدم الجولان الى السياده الاسرائيليه. بس الاكثر من ذلك انه بالخطاب السياسي للحزب الديمقراطي ما زال بيحكوا بحل الدولتين، ترامب ما بيحكي بحل الدولتين حتى على المستوى السياسي وحتى على المستوى الاعلامي. هذا بالنسبه لبنيامين نتنياهو للمشروع الصهيوني العام ولليمين الحاكم، ان كان اليمين السياسي او اليمين الديني، هذا امر مريح لهم. امر ترامب، سياسه ترامب وخطابه اللي هو لا يقترب من هيك من قريب التوسيع، يعني قراراته اليوم مستمره حتى يعني هذا العدوان اللي عم نشوفه التصعيدي حتى اجراء الانتخابات الرئاسيه الامريكيه، عم نعم نشوفه يصعد بهيدي الفتره. صحيح، يعني وقت هو عم بمدد التعبئه العامه بالجيش لاخر السنه، يعني على الاقل انه بقدر اقول انه هذا يربطها مع الانتخابات الرئاسيه الامريكيه. وانت يعني افترضي انت انه يعني كاميلا هاريس هي التي فازت بالانتخابات، بس هي تشكل فريق، يعني هذا الفريق اول شيء بايدن يعني بيترك البيت الابيض ب 18 كانون الثاني المقبل،
فهي حتى تتسلم بالعام 2025 يعني. نعم. الامور للعام 2025 اوروبا ما صح بقى عم ينحكى هكذا يعني هي حتشكل فريقه بتروح لشبات لازار يعني هو نعم. واذا اجى ترامب نفس الشيء يعني يراهن نعم. على نجاح او فوز صحيح لانه ساعتها ما بيحكي لا بحل الدولتين ولا بيحكي بوقف اطلاق النار وفي تغطيه تامه الاكثر من ذلك هو يعتبر كمان بعهد ترامب انه حاله التطبيع مع العديد من الاقطار العربيه حدثت بالتوافق بين ثلاث عناصر اذا بدك نتنياهو ترامب ودول عربيه اخرى فهو بيعتبر انه توسيع مساحات التطبيع مع الاقطار العربيه مش بحاجه لا لحل الدولتين ولا الى اي حل سياسي وهذا هو المسار اللي كان ماشي فيه دونالد ترامب اليوم يعني كل الفشل او عم بيحاول افشل اي حل اليوم نتنياهو نعم. كرمال انه او اي فكره تهد في قطاع غزه صح. ما عم بيكون منسق اليوم مع الاداره لا. الامريكيه ما يكون في تنسيق اليوم ما احنا نقول لوحده نتنياهو ما عم بيكون في ضغط عليه امريكي ايضا بالنسبه لقطاع غزه وحتى هلا بالضفه الغربيه في كارت ابيض في ضوء اخضر من الاداره الامريكيه انه هون حدودك بس بما يتعدى فلسطين التاريخيه لبنان او شيء لا بيضغطوا عليه والا هو كان راح نحو حرب هذا حكى في اجتماع غير معلن كان اجتماع اسرائيلي امريكي حول جبهه الجنوب الشرق الاوسط قراره السياسي الاقتصادي العسكري مش تل ابيب واشنطن اللي هي الدوله العظمى هذا من الخطوط الحمر لغايه الان ما بنعرف بكره شو بصير يعني بس لغايه الان وهذا واضح تماما لما له علاقه بقطاع غزه نعم ما في ضغط هلا يمكن قد يرغب الامريكيون بوقف النار بس انه عم بيمارسوا ضغط ما عم بيمارسوا اي شكل من اشكال حتى امتدادا يعني قطاع نعم. غزه شفناها ايضا مورست في الضفه الغربيه ربما افظع واشنع ايضا عن ما يمارسه اليوم الاسرائيلي نفس الشيء بالداخل بفلسطين التاريخيه مش عم يضغطوا عليه ولا اي شكل من اشكال الضغط حتى الحظر الذي كانوا فارضينه على بعض انواع الاسلحه وحتى على طائرات الاف 35 سقط هذا الحظر او اسقطوه يعني وبالتالي انه يعني تم يعني دعمه وايضا مدده بال يعني بانواع من الاسلحه والقذائف تصل الى ما فوق ال 500 رطل وهلا انه ممكن يفرجوا ايضا عن قذائف 1000 رطل يعني كانوا بالاول حاضرين اعلاميا وسياسيا هلا عم يعطوها لما له علاقه بغزه مش عم يتدخلوا عم بيقودوا وساطه عم بيحاولوا بيرغبوا ربما بيتبنوا ويتمنوا ايضا بس انه يضغطوا ما عم يضغطوا هو بده كمان بيأدي ايضا انه موضوع رهائن انه تبقى لدى حماس يعني عم بينفذ قانون هانيبال قانون هانيبال انه ليش انا بدي اذا في جندي اسير انه ليش بدي اطلع 100 اسير فلسطيني او 500 او 100 لا انه لذلك انه بقانون هانيبال انه اذا مجموعه من الجنود لاحظت انه في جندي اسرائيلي قد يقع في الاسر اوكي بتحاولوا تخلصوا بس اذا ما حاول اذا ما قدرت تخلصوا حتى لو قتل ما في مشكله هو عم بيطبق ولذلك صار رايح هذا العدد الكبير يعني من القتلى الاسرى وحتى هن يعني بالمظاهرات التي تقودها المعارضه او يقودها اهل ما تبقى يعني من اهل الاسرى يقولون ذلك انه بنيامين يعني رغم الاجسامات اللي عم تشهدها اليوم داخل الاسرائيلي وعم نشوفها التخبط او المناكفات ما بين يو اف جالنت وايضا نتنياهو يعني كانت كمان يائير لبيد ونفتالي بنيت وايضا جدعون ساحر وليفر يعني افيكدور ليبرمان كمان هو مشكلته يعني في معارضه اسرائيليه مشتته هو بين المعارضات المشتته هو الاقوى ما في ائتلاف داخل المعارضه حتى شكله مسار واحد ورؤيه واحده لذلك بني جانتس اللي هو انسحب من مجلس الحرب بيشتغل لوحده يائير لبيد بيشتغل لوحده ليبرمان بيشتغل لوحده نفتالي بنيت بيشتغل لوحده هو طالما انه هولي احد هو اقوى منهم يعني هو كمان استطلاعات الرأي يعني دائما يعني تعطيه يعني بين ال 24 وال 25 واحيانا 30 نائب هو كقوة صلبة اقوى من القوى الاخرى متفرقة ومشتتة وهذه وحدة من اوراق القوة وعوامل القوة اللي هو عم يمتلكها زائد غياب الضغط الامريكي زائد غياب الضغط العربي او الموقف العربي الواحد هلا كل شيء العرب عم يعملوا فيه انه هن بيعملوا وساطة او بيوقفوا على حياد ما في موقف عربي الاكثر من ذلك انه هو بده اجابات على اليوم الثاني انه من بده يحكم قطاع غزه صحيح وبالتالي طالما انه هذه الاجابه غير موجوده هو مستمر بالعدوان
للأسف يعني. يعني بس هو الأصل بالأصل يعني هالحرب شايفينها طويلة حتى يعني الانتخابات الأمريكية. هلأ الإسرائيليين الرئاسية. الإسرائيليين عم بيقولوا لل 25 يعني قادرة هلأ لل 25 بظل يعني وحشية إسرائيل والمجازر عم يرتكبها هالإبادة اللي قدام فقائع أيضا يعني الأمراض وغيرها. نعم. هلأ الحرب فيها مفاجآت، فيها مفاجآت ما بتعرفي يعني. هلا انه بدات الاصوات داخل دوله الاحتلال يعني تدعو بالصحف كبار الكتاب حتى السياسيين وحتى ايضا خبراء عسكريين يدعو وزير الدفاع او تدعو هذه الاصوات انه نحن ما فينا نعمل انقلاب عسكري باسرائيل، انه هذه عندهم اياها خط احمر، بس انه تدعو وزير الدفاع الاستقاله ورؤساء الاجهزه الامنيه، وبالتالي هذا بشكل عامل ضغط، يعني عم بيروحوا نحو هذا المسار، نحو هذه الطريق. هلا الى اي حد يعني وزير الدفاع يستجيب لذلك، بس هذا بده يكون ضمن خطه معينه، والامر ذلك ايضا رؤساء الاجهزه الامنيه، خصوصا بانه كثير من المعلومات المسربه والمنشوره بوسائل الاعلام الاسرائيليه المختلفه تقول بانه اصلا هو يريد اقاله رئيس الموساد ورئيس امان ورئيس الشباك ايضا. هلا هل هم يستبقوا هذا الامر وبالتالي يقدمون استقالاتهم ويشكلون ضغطا كبيرا على بنيامين نتنياهو؟ بعد مش معروف، بس يعني كمان هناك وجهة نظر تقول بأنه حتى لو استقالوا رؤساء الأجهزة الأمنية وحتى لو استقال وزير الدفاع سوف يستمر هو بحربه على قطاع غزة وبالتالي تطبيق مشروعه، طالما أنه كل عوامل الضغط التي ذكرتها قبل قليل غير متوفرة وطالما ما في إجابات على اليوم التالي مثل ما هو بده. يعني هلأ عم ينحكى أنه قد ينشر قوات فلسطينية بتدربها الولايات المتحدة الأمريكية بفيلادلفيا أو على محور نتساريم أو خط نتساريم عفوا أو خط أو محور رفع. طالما هذه مش موجودة ما في إجابات بعد قيد البحث يستمر العدوان، وطالما هذا العدوان مستمر بس هو الأهم غياب الموقف الأخطر هو غياب الموقف العربي. يعني لو في موقف عربي حقيقي وموحد وضاغط ضغط، نعم انا يعني اعتقد بل اجزم يعني بانه لم تقضي الحرب طوال، نحن صرنا سنه تقريبا، الشهر الجاي بصير بنطبق سنه ونروح على السنه الثانيه، ومبين والذي يظهر ايضا انه ما في افق لنقطة النهاية لهذه الحرب ولهذا العدو. وفي المقابل ستبقى أيضا الجبهة الجنوبية. نعم. مشتعلة ومساندة لي يعني المعادلة واضحة على غزة. المعادلة واضحة، تتوقف الحرب في غزة، تتوقف الحرب على الجبهة اللبنانية. ما في يعني لا زيادة ولا نقصة، بس إنه هذا بيعمل هذا كمان إنه نحن بدنا نشوف من جوانب أخرى ومن مناظير أخرى أيضا إنه في اتساع لرقعة العدوان. يعني وقت اللي عم ينقصف بطرق مختلفة وبوسائل مختلفة منطقة البقاع، يعني نحن عم نحكي عن 80 أو 100 كيلومتر بعيدا عن قواعد الشباك. نعم. عن القرى الحدودية. عن القرى الحدودية بالجنوب كمان وقت اللي انه صار فيه ضربة كنا بنعرفها بالضاحية، انه هذه كمان قد ننتظر يعني ضربات بأكثر من منطقة ما حدا بيعرف، بس انه في اتساع برقعة العدوان، بس كانه في ايضا تمني امريكي، ربما ضغط امريكي على اسرائيل بانه لا توسع ايضا يعني اكثر، يكون عدوانها مثل يمكن مواقفها تختلف عن ما يجري اليوم في قطاع غزه، وكان في ايضا يعني اجتماع امريكي اسرائيلي انه علينا انه نهدي الاوضاع مع حزب الله في الجبهه الجنوبيه. صحيح حتى هن يعني رغم كل الخطابات التي يمكن ان تسمع يوميا، يعني نحن اذا بنراجع يعني المواقف لكبار المسؤولين الإسرائيليين يعني منذ دخول المقاومة اللبنانية على خط جبهة الضغط والإسناد والاستنزاف، في عشرات المواقف والتصريحات بهذه الدول، ما نفوت على لبنان، ما نعود نعمل شريط حدودي، ما إلى آخره. بس كمان بالوقت نفسه أنه الذي ينقل عن الغرف المغلقة بالداخل لا، أنه هن بيعرفوا تماما أنه يعني توسيع الحرب بلبنان انه ليس نزهه على الاطلاق، مش مثل تجربه 82 في ضرر لألوان. والشيء الثاني انه توسيع الحرب على لبنان بيفتح الباب نحو حرب اقليميه واسعه، وبالتالي انه هذا بيورث العالم كله. هون بيجي الضغط الامريكي وهون بيجي تيار طويل عريض ايضا داخل دوله الاحتلال عم يرفع البطاقه الحمراء بوجه بنيامين نتنياهو، روح ما بدك تستمر الحرب، ما
بدك إسرائيل تنهار أكثر اقتصاديا وسياسيا وأمنيا، وقف الحرب بغزة. هلا قبل شوي يعني كنت عم بسمع أحد المعلقين الإسرائيليين يقول إنه يجب الآن وقف الحرب لإعادة بناء الاقتصاد الإسرائيلي. فإذا هودي الأسئلة كلها مطروحة في الداخل، ولكن هو بيعتبر حاله أنه هو يوشع بن نون، يعني بحسب الرواية التوراتية أنه هو الذي حفظ إسرائيل وبالتالي حافظ على هذه المملكة، هو بعده ما هو بعده ووريثه حرفيا. لذلك أنه بيقول لك أنا أنه بيهودا والسامرة أنه بدي هجر الفلسطينيين نحو الأردن مثل ما هجر الكنعانيين بالتاريخ، وبدي اهدم قطاع غزة مثل ما حارب يوشع بن نون العماليق ايضا بقطاع غزة. نفس الصورة التاريخية بحسب رواية التوراة عم ينقل نحو الواقع في ظل غياب عوامل الضغط اللي حكينا عنها قبل شوي. نحن للأسف انتهى وقتنا أستاذ توفيق شومان، كل الشكر لك على متابعتك، يعني على حضورك ومشاركتك معنا بهذه الحلقة. كل الشكر لكم مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.